احد المرشحين بقوه لرئاسه الاتحاد السعودي لكره القدم، واحد من يستحقون منا كل الشكر والثناء، كل من يقدم لهذا الوطن شمعة يستحق منا كامل الضوء لما يقدمه، هو أحد من تصدر المشهد للوقوف مع الأخضر ماديا ومعنويا. مساء الورد يا أستاذ سليمان. سلمان تفضل. سلمان المالك عفوا. الله يسلمك، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام، وشاكر لكم إتاحة الفرصة في هالبرنامج الجميل. أبو فهد، يعني شكرا أول شيء من القلب على هذه البوادر اللي تقدمها يعني للرياضة السعودية، سواء بنقل الجماهير أو بالتيفو المنتظر ليوم الثلاثاء. كيف نشأت فكرة هذا التيفو المعبر ما بين علاقة خليجية قوية سعودية وإماراتية؟ الحقيقة طويل عمر الواحد، أولا يعني في البداية أي شخص سعودي قادر أنه يدعم هذا المنتخب وقادر أنه يقدم شيء لهذا الوطن، فبالتالي هو أقل واجب ممكن تقديمه. يعني في الأخير الشكر والتقدير يكون للجمهور اللي يحضر وللمنتخب إن شاء الله ولاعبينا اللي راح يسعدونا. إحنا في الأخير نبحث عن طريقة أو سبيل أن نزيد من فعالية حضور الجماهير. صحيح. من خلال التيفو أو من خلال نقل الروابط، يعني لا نشكر على واجب، بالتالي هذا أقل ما يقدم لوطننا من خلال هذا المنتخب. طيب أبو فهد، يعني هذه اللحمة الكبيرة اللي شفتها رياضيا قبل مباراة أستراليا والروح اللي شفناها برأيك، يعني أثرت على الفروقات النفسية اللاعبين وطلعتنا بمستوى كبير مع أستراليا، هل ممكن نشوفها إن شاء الله مع الإمارات؟ والله يا طويل العمر اللحمة أثرت على الجميع. صحيح. يعني أنا يعني كمشجع سعودي شخص يتابع المنتخب حسيت بلحمة كبيرة من كل أطياف المجتمع، من كل الأندية، من زمان ما حسينا بهالشعور الجميل، فهذا كان دافع لي أنا، وأنا متأكد لكثيرين من مساهموا في خدمة هذا المنتخب أنه يقدموا ما يستطيعون لزيادة فعالية هذه اللحمة. يعني نقل الروابط لزيادة فعالية الجمهور، التيفو لزيادة الحماس ولزيادة خلينا نقول لك وهج المدرج، لكن في الأخير نجومنا إن شاء الله أنهم يتفاعلوا أيضا مع الحضور ويتفاعلوا مع الجمهور. التيفو يمثل السعودية والإمارات كلهم بلد واحد. صحيح. فمن هالمنطلق وهذا تشوفه على الشاشة الآن التيفو. نعم. فالإمارات بلدنا الثاني. صحيح. وإذا رحنا نحس إن إحنا في بلد الأول ما نحسنا في بلد الثاني، فبالتالي أقل تقدير ممكن تقديمه للإخوان في والأشقاء في الإمارات على الأقل لمسة شكر، لمسة وفاء على كل ما يتم، على كل. صحيح. ما هو متواجد الآن على الساحة من قبلهم وقبلنا وكل التضحيات، هذا أقل نقدمه بأن نبين لهم أنه بغض النظر عن أي منافسة رياضية يبقى فيه التلاحم الأكبر، ما هو من الرياضة، بأن إحنا على يد واحدة وقلب واحد، وبإذن الله الـ يتأهل المنتخبات ونفرح جميعا سوا بصعود السعودية والإمارات إن شاء الله إن شاء الله لكأس العالم. طيب أبو فهد، يعني إيش اللي غير التيفو هذا ممكن كان يقدم للجماهير السعودية من خلال نقل الجماهير من مدن أخرى غير جدة؟ احنا يا طويل العمر يعني انا حقيقه انا تكفلت بنقل الروابط في المباريات السابقه كلها، سواء اذا كانت المباراه في الرياض نقل روابط جده للرياض، واذا المباريات في جده نقل الروابط روابط انديه الرياض الى جده، المره هذه اضفنا لها ايضا روابط الشرقيه، المنطقه الشرقيه، الاتفاق القدسيه، بالاضافه الى التيفو. يعني انا صراحه احس في هالمرحله وفي هالتصفيات في لحمه كبيره. انا احب اشكر كل من ساهم، يعني اتحاد سعودي، هيئه رياضه، ايضا رجال اعمال سبقوا وقدموا كثير للمنتخب سواء من شراء تذاكر او عمل تيفو سابق. يعني في اللحمه اللي موجوده الان من زمان احنا ما شعرنا فيها. صحيح. واتمنى انها يعني تستمر حتى الى ما بعد التصفيات، لانه يعني اذابت كثير من يعني من التعصب اللي موجود في الوسط. صحيح. صدقت. صح. اليوم
اليوم منتخبنا اليوم صار يمثلنا جميعا يعني, وصار بالنسبة لنا هاجس الآن الصعود إلى كأس العالم لتغطية كل الإخفاقات السابقة. وأعتقد أننا قادرين بإذن الله, نجومنا قادرين على الانتصار. وأتمنى يعني للإمارات إن شاء الله التوفيق في باقي اللقاءات, لكن مش بكرة. نجومنا وسقونا الخضر إن شاء الله قادرين على سعادتنا. وأنا بالنسبة لي أنا مدين أيضا للأندية اللي أعطت الموافقة لنقل روابطها, وأعطت الفرصة للمساهمة. أيضا أشكر الاتحاد السعودي على تفاعله وأيضا على استجابته لإقامة التيفو. بالنسبة لي أنا فخور أني أقدم أي شيء حتى وإن كان بسيط, وإن شاء الله أن يكون ساهم لو بجزء بسيط من إن شاء الله تحقيق الإنجاز. وإحنا فخورين جدا يا أبو فهد بما تقدمه للرياضة السعودية. أنت رجل يعني كنت داعم كثير في كثير من المجالات. وأرجو أيضا أنه الموضوع ما هو موضوع الآن ترشح, ولا أن الواحد ممكن يأخذ الموضوع هذا يعني كنت بسألك فيها يا أبو فهد. لا الله يسلمك, الآن عمرك الواحد يتكلم كسعودي. صحيح. يعني كل شخص قادر أن يقدم ما يستطيع بقلمه, بحضوره, بتشجيعه, بتغريدة, بتقديم تيفو, بتقديم حافلات, بتقديم أي شيء إن كان. اليوم لابد نكون إحنا لحمة واحدة. يعني اللي قاعد يصير الآن, أنا أعتقد دائما أنه في المراحل الصعبة تبان كثير من خصائص هذا الشعب النبيل, الشعب السعودي. اليوم إحنا نتكلم كسعوديين, كمحبين للمنتخب, لسنا لا نتكلم لأي مغازي أخرى. صح. الحمد لله يعني إحنا قدمنا كثير للرياضة بعيد عن الأشياء, لكن اليوم اللي حاصل الآن في هذا المنتخب وهذه التصفيات أنا ما شفته حصل من فترة طويلة. طبيعي أنك أنت تكون من ضمن هذه اللحمة وتكون مقصر لو ما كنت من ضمنها. فتأكد اليوم أتكلم كسلمان المالك الرياضي. صح. وليس كسلمان المالك المرشح. ورح يستمر دعم المنتخب ودعم الأندية من طرفي بغض النظر أي كانت الظروف المستقبلية. فاليوم إحنا مع الأخضر كمشجعين ومحبين, وهذا هو اللي شعارنا. وإن شاء الله نحتفل جميعا مع ضيوفك الكرام ومشاهدينك إن شاء الله مستقبلا في تأهل منتخبنا. أكيد وصلك هالكلام يا أبو فهد. يعني أكيد كثيرين ربطوا هذا الدعم كثيرا بترشيحك لرئاسة الاتحاد السعودي. مثل هالطرح يا أبو فهد ما يخلي كثيرين من اللي يحاولون يدعمون الكرة السعودية المنتمين للأندية سواء أو من خارج يعني القادرين ماليا على دعم مثل يعني هالمناسبات الوطنية الكبيرة؟ طيب العمر اليوم أنا من الفرصة ماني ما عندي فرصة أو مش الفرصة المناسبة لكي أبين من هو سلمان المالك وماذا قدم سلمان المالك. اليوم عندنا المنتخب, إحنا طال عمرك في عام 88 كأس آسيا سيرنا حافلات لمساندة المنتخب في قطر في كل مباريات المنتخب. وهذا يمكن كثير من الناس قد ما يحضرهم هالشيء وقد لا يذكرونه. دعمنا المنتخبات ودعمنا الألعاب المختلفة والأندية. صحيح. ولكن بالنسبة لي اليوم مش فرصة لإثبات من هو فلان وماذا قدم فلان. اليوم إحنا فرصة نبين أن كلنا يد واحدة. إحنا كلنا مع الأخضر. صحيح. يعني من كان له وجهة نظر مخالفة أو وجهة نظر يعتقد أنها هي يعني تختلف عن وجهة نظري, ممكن نخلي هذا الطرح بعدين. اليوم عندنا منتخب نبغى نوقف معه باللي نستطيع عليه. كل واحد يستطيع أن يقدم شيء يقدمه. صحيح. ونخلي الملامة والعتب ولا عزاء ولا أبو فهد ولا عزاء للشامتين في أي شيء وطني. تأكد طال عمرك أني لا يمكن أنظر لمثل هذه الأمور. صحيح. أنا وجهة نظري اليوم كل حماس. أنا يعني ما سبق أنك تولد عندي هالحماس هذا يعني من فترات طويلة للمنتخب. كلنا يعني خلي أقولك آخر مرة كنا في 2006 يعني نتكلم قبل 10 سنوات كان عندنا حماس المنتخب الجميل اللي صعد لكأس العالم. طيب. وقبلها في 94. فاليوم يعني أعتقد إحنا كل 10 سنوات موعودين بمنتخب جميل يعني يلم الشمل. طيب. ويحقق لحمة كبيرة اليوم إن شاء الله.
الله الرياضة الله. الرياضة متلاحمة زي ما هي بقية مناحي الدولة اقتصاديا وأمنيا كلنا متلاحمين، واليوم الرياضة جزء من الدولة وكلنا متلاحمين في خدمة المنتخب. طيب معي على طاولة عبد الرحمن الفلاج إعلامي وناقد رياضي، يبغى يتداخل معك يا أبو فهد. ونعم مالك زود، مساك الله بالخير أبو فهد. الله بالنور والسرور يا ذو العمر، اهلا وسهلا. انت اللي انت قدمته انا ما اعتبره الاكثر، وهو فعلا الاكثر، ولكن اعتبره الاجمل. احساسك الوطني العالي اللي قاعدين نشوفه ونلمسه من خلال التحركات اللي نشوفها منك اتجاه دعم المنتخب بمختلف الجوانب، يدعو للفخر بان هناك برياضتنا اشخاص يتلمسون نقدر نقول المسؤولية الوطنية. السؤال اللي أنا أبغى أسألك إياه بعيد كل البعد عن أي عاطفة، كيف ترى المنتخب وحظوظه في البطولة من مباراة الثلاثاء؟ ترى أبو فهد، أبو خالد متوقع الإمارات تفوز. أنا أصدق يعني المشكلة إنه الإمارات والسعودية يعني الدولتين كلها يعني كلهم بعدين نشوفهم دولة واحدة، ولكن إحنا في منافسة رياضية. صحيح. أكيد طبعا كل العواطف الميول الأخضر. أنا أشوف مستوى المنتخب في أول مباريتين غير مطمئن تماما، وأنا أول من انتقده وانتقد المدرب هذا كرياضي، أيضا بحط بين قوسين كرياضي انتقد. صح. متابع كمتابع متابع رياضي انتقدت المنتخب وانتقدت طريقة المدرب. طيب. قد نكون مخطئين، اللي شفناه في استراليا مع مباراة استراليا، احنا شفنا روح في المنتخب في لاعبين المنتخب مع انهم تقريبا نفس التشكيلة، فشفنا روح يعني غير عادية. منتخب من التفاؤل خلانا نحلم بأماكن بعيدة. أتمنى أنه لا ينغر نجومنا ويكتفوا بما قدموا، يعني أعطيك مثال زي ما احنا زي ما قدمنا احنا في كأس آسيا 2007 مع اليابان ملحمة جميلة، مع العراق في النهائي يعني كأن طاقات استنفذت المباريات اللي قبلها. طيب. أتمنى أن مباراة استراليا لا تخدع. طيب. المنتخب، منتخب الإماراتي منتخب رائع جميل متجانس أكثر منا. احنا يعني الفرص أعتقد أنها متساوية، لأن أرض البلدين تعتبر أرض لكل الفريقين. صحيح. كل ما نحتاجه هو التركيز أولا وأخيرا، ونلعب بنفس الروح والإصرار. أنا أشوف فرص منتخبنا إن شاء الله أكبر، ولكن عاد في الأول والأخير ظروف الملعب هي اللي تحكم. طيب أخيرا أبو فهد، يعني أكررها، يعني أنت رجل تبذل من حر مالك لوطنك، وأنت يعني شريك إن شاء الله في أي منجز قادم. شكرا لك يا أبو فهد. أشكرك وأشكر ضيوفك الكرام وبرنامجكم الجميل. الله يعطيك العافية. خلينا نروح الآن نقفل.